الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا متبوأ مقيما مقاما لم يقم فيه مرسل وأضحت له حجب الجلالة توطأ، فصلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك حبيبي يا رسول الله، صلاة تكون سببا في الرضا عنا من الله رب العالمين. ثم أما بعد، فها نحن أولئك أيها الأحباب نواصل مجلسنا هذا المبارك والذي نجتمع فيه حول مائدة صحيح أبي عبد الله البخاري، نقترب من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم من هديه المبارك، نتعلم من مواقفه، نتعلم من سيرته العطرة، كذلك نتعلم من سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك أن أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا لنا كلام رسول الله، فما عرفت الأمة كلامه ولا مواقفه ولا أحداثا جرت في سيرته المباركة عليه الصلاة والسلام إلا بنقل أصحابه المباركين الذين رباهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكنا قد قرأنا سويا في صحيح البخاري حتى وصلنا عند كتاب العلم، ورأينا القصة العجيبة التي حكاها لنا الإمام البخاري بالأسانيد المتصلة في المرة الماضية، حيث جاء الأعرابي فأناخ بعيره في المسجد. جاء العاقل ليسأل وأناخ الأعرابي بعيره فين؟ في المسجد. ثم قال: أيكم محمد؟ مين محمد في الناس القعدة دي؟ أيكم محمد؟ فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الأبيض المتكئ عليه صلوات الله وتحياته. فقال له: أنت ابن عبد المطلب؟ قال: قد أجبتك. قال: إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. ثم جرى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حوار رأيناه في المرة الماضية. أيها الأحباب، أنا عامد إلى قراءة ما جاء في صحيح البخاري، يعني أنا أريد أن أقرأ كل كلمة جمعها لنا الإمام البخاري. وإذا بعد هذا الحديث، حديث الأعرابي والجمل الذي كان في المسجد، يقول الإمام البخاري رضي الله عنه: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. الحقيقة يا جماعة أن هذه النقطة التي يتكلم فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى هي من النقاط التي تسمى وسائل تحمل العلم. وسائل تحمل الإيه؟ وسائل تحمل العلم. فيعرض التلميذ على الشيخ كتابا يكون قد تحمله عن الشيخ، فإذا ناول الشيخ تلميذه كتابا اسمها المناولة. اسمها إيش؟ المناولة. يعطيك كتابا ويقول لك: اعمل بما فيه، أو اروي ما فيه بالسند عني، فاسمها ماذا؟ اسمها المناولة. ولكن هذه من الأمور العلمية التخصصية في علم الحديث، ولن أقف عندها طويلا. ولكن بعد أن ذكر العنوان وقال: وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، قال أنس بن مالك صاحب رسول الله. على فكرة أنا بقرأ من صحيح البخاري، بقرأ من فين يا أخوانا؟ من صحيح البخاري. قال أنس: نسخ عثمان المصاحف، الباب الحديث رقم 64، أو هو الباب رقم 7 من أبواب كتاب العلم. قال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. الجملة دي يا جماعة هي الجملة التي سأقف معها في درس الليلة. نسخ عثمان المصاحف، ها، وعمل إيه؟ فبعث بها إلى الآفاق. الحقيقة لكي نصل عند جملة نسخ عثمان المصاحف وبعث بها إلى الآفاق، قصة طويلة تروى وحكاية دقيقة يجب أن يعرفها المسلمون. من الذي نسخ المصاحف؟ عثمان. وعمل فيها إيه؟ أرسلها إلى الآفاق. يعني إيه نسخ عثمان المصاحف وأرسل بها إلى الآفاق؟ يعني إيه الكلام ده؟ ولماذا ينقلها لنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ قصة طويلة. يقول الإمام البخاري رضي الله عنه، يقول الإمام ابن حجر وهو يشرح هذه القصة، يقول: هذا جزء من حديث نسخ عثمان المصاحف وعمل فيها إيه؟ وبعث بها إلى الإيه؟ إلى الآفاق. الإمام ابن حجر وهو بيشرح الجملة دي بيقول إيه؟ هذا جزء من حديث إيه؟ طويل. جزء من حديث طويل يأتي في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن، لأن المصاحف ده الكتاب اللي فيه إيه؟ اللي فيه كلام ربنا، صحيح؟ اللي فيه كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يأتي في فضائل الإيه؟
في كتاب فضائل القرآن. طيب، لغاية لما نوصل عند كتاب فضائل القرآن ماذا نتعلم من كلمة أنس بن مالك؟ نسخ عثمان المصاحف وعمل فيها إيه؟ وبعث بها إلى الأفق. مين اللي نسخ المصاحف؟ سيدنا عثمان. لكي نصل عند هذه الجملة ونفهم ما وراءها، عايزين نحيا هذه الليلة في صحبة ذي النورين سيد الحياة. أصله مين اللي نسخ المصاحف يا عم مصطفى؟ وعمل كده ليه؟ ويعني إيه نسخ المصاحف؟ ومين هو عثمان بن عفان ده رضي الله عنه وأرضاه؟ ها، إذن درسنا هذا في هذا المساء وفي هذه الدقائق في صحبة من يا عم الشيخ؟ ذي النورين سيد الإيه؟ سيد الحياة. أنا سميته كده ذي النورين سيد إيه؟ سيد الحياة. فاسمحوا لنا أن نقتطف من أعمارنا هذه الساعة، هذه النصف ساعة، هذا الوقت، لنحيا فيه مع سيدنا من؟ طب ليه احنا هنعيش شوية مع سيدنا عثمان؟ ليه يا عم أبو يحيى؟ لأن الإمام مالك يقول قال أنس. أنس مين؟ أنس بن مالك. قال إيه أنس بن مالك؟ ها، نسخ مين؟ عثمان إيه؟ المصاحف وعمل فيها إيه؟ وبعث بها إلى الآفاق. الجملة دي جملة عشان توصل لفهمها لابد من هذه القصة والحدوتة الطويلة اللي تاخد معنا مجلس أو مجلسين، ونفضل نشوف هو ليه عثمان نسخ المصاحف؟ طب هو مين عثمان ده أصلا؟ وإيه اللي وصل عثمان لأنه ينسخ المصاحف؟ ويعني إيه نسخ المصاحف أصلا؟ نسخها يعني عمل فيها إيه يعني؟ ومصاحف إيه اللي نسخها عثمان؟ وهو في زمن عثمان كان في مصحف يعني مجلد كده طبعة الشمرلي ولا طبعة الملك فهد؟ ما المصاحف إيه اللي نسخها عثمان؟ وإيه موضوع عثمان؟ ومين هو عثمان بن عفان أساساً؟ ما تصلوا على سيدنا النبي. أنتوا أخدين بالكم أنا بعمل إيه ولا أنتوا مستعجلين؟ ها؟ ولا نقرأ كده وخلاص زي ما كنا بنقرأ في صحيح مسلم؟ لا، ما أنا لازم أتعلم، وأنا جاي هنا عشان إيه؟ عشان أتعلم. وكمان هو الكتاب اللي بنقرأ فيه في صحيح البخاري اسمه كتاب إيه؟ اسمه كتاب العلم. صحيح البخاري إحنا بنقرأ في كتاب إيه؟ في كتاب العلم. إيه الجملة اللي هنوقف معاها شوية النهاردة؟ نسخ عثمان المصاحف وعمل فيها ايه؟ وبعث بها الى الافق. عشان اوصل هنا لازم امشي مع مين الاول؟ مع عثمان حبتين ثلاثة. ويا جماعة في هذا الدرس نحن في صحبة ذي النورين سيد الايه؟ سيد الحياة. صلوا على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودعونا ندخل حماه الانور. حما من؟ حما عثمان بن عفان. وانا يا جماعة متعمد ان اقف مع سيرته ربما في هذا المجلس ومجلسين كمان، أو هذا المجلس والمجلس القادم ربما. لماذا؟ لأن الناس قد اشتهر عندهم سيرة أبي بكر وعمر، ولم يشتهر عند الناس سيرة عثمان بن عفان. غاية ما يعرفه الناس عن سيدنا عثمان إنه ذو الإيه؟ إيه بقى ذو النورين؟ عشان إيه؟ تزوج بنتين النبي كل سنة وحضرتك طيب. ماذا يعرف المسلمون عن عثمان غير هاتين الجملتين؟ لا يعرف الناس عنه كثيرا، مع إنه يا أخي ثالث الخلفاء الإيه؟ الراشدين، مش كده؟ هم الخلفاء الراشدين مين ومين؟ أبو بكر وعمر، ومين الثالث؟ عثمان، ده ثالث الخلفاء الراشدين. المفاجأة بقى إنه أطول الخلفاء الراشدين حكما للمسلمين. هذه المفاجأة اللي ما حدش واخد باله منها. أبو بكر خلافته قد إيه؟ سنتين إلا، عمر خلافته قد إيه؟ 10 سنين وشوية، عثمان خلافته قد إيه؟ 12 سنة إلا 12 يوم. بالضبط كده هو، بالضبط كده هو، 12 سنة إلا 12 يوم. يبقى مين أكتر واحد؟ وخلافة علي كم سنة؟ 3 سنين وشوية وكم شهر كده. لكن سيدنا عثمان خلافته قد إيه؟ 12 سنة إلا 12 يوم. أصله قتل يوم 18 ذو الحجة. قتل يوم كام؟ 18 ذو الحجة سنة 35 هجري. أشوف أنا حافظها إزاي؟ 18 ذو الحجة، إيه بعد أيام التشريق سنة كام؟ سنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع إنه ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرون بالجنة. عثمان من العشرة المبشرون بالجنة، وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الناس قد لا تعرف كثيرا عن سيدنا عثمان. يا جماعة الخير، الفارق في السن ما بين سيدنا النبي وسيدنا عثمان كم سنة؟ أهو أنا هبدأ أدي لك حبة معلومات عن سيدنا عثمان. مستعدين ولا مستعجلين؟ ها، أنا والله يا جماعة يعني الصحابة كلهم يحبون وهم أصحاب رسول الله، رباهم رسول الله، إلا أن عثمان بن عفان صاحب طعم مخصوص وميزة خاصة رضي الله عنه، ليست لأحد غيره ولا لأبو بكر ولا لعمر. عثمان ده قصة تاني لوحده، لكن الناس لا بل
ظلم عثمان بن عفان وقتل في بيته. خلي بال حضرتك، هو مات يوم 18 ذو الحجة سنة 35 مقتولا في داره، مقتولا في داره، قتله الغوغاء والدهماء وأهل الخراء الذين خربوا البلاد والمدينة المنورة وقتلوه في بيت. طب ليه الصحابة ما دفعوش عن سيدنا عثمان بن عفان؟ قصة طويلة جدا يطول شرحها. تعالوا ناخد حبة معلومات عن سيدنا عثمان. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ ولد عثمان بن عفان بعد عام الفيل بست سنين. أوبا، أول واحدة. ولد بعد عام إيه؟ ايه عامل فيل ده؟ وشمعنى عامل فيل يعني؟ يبقى عامل فيل يا استاذ ده اللي اتولد فيه مين؟ سيدنا النبي. طب سيدنا عثمان يتولد بعد عامل فيل بكم سنة؟ بست سنين. يبقى نبئ رسول الله وعثمان عنده كم سنة؟ ها؟ 34. يعني كان شابا ام كان شيخا هرما؟ شباب، عنده 34 سنة. وحسبتها ازاي؟ حسبتها ان سيدنا النبي عنده 40 وسيدنا النبي اكبر من عثمان بكم سنة؟ بست سنين. يبقى عثمان كان عنده كم سنة لما نبئ رسول الله؟ خليني أمشي معكم لحظة لحظة. عاش عثمان بن عفان غنيا سريا، ورث المال عن أبيه وكان تاجرا. عاش فين؟ في مكة المكرمة. غنيا سريا، ورث المال عن أبيه وكان شابا حييا شديد الحياة حتى في الجاهلية. يقول: ما شربت خمرا قط، وما سجدت للأصنام قط. اسمع اسمع اسمع. وما تغنيت غناء الجاهلية قط، وما استمنيت بيدي قط، كل ذلك لم أفعله من شدة حيائه حتى في الجاهلية رضي الله عنه وأرضاه. الحياء إذا ذكر، ذكر عثمان سيد تستحي منه ملائكة الإيه؟ ملائكة السماء. عثمان في جاهليته، أيام ما كان في الجاهلية قبل البعثة، كانت قريش عن بكرة أبيها تحب عثمان حبا شديدا. يا راجل، اه والله، لدرجة انه جه في السير يقولوا ايه؟ الست الام يعني، عارف انت لما بتلعب ابنها الرضيع كده، احنا في المصريين بنقول عليه ايه؟ بتهشكه. ايوه، تهشك ابنها كده. احنا زمان يقولوا في الصعيدة تغني تقول له نام نام واسبح لك جوزين حمام وكده يعني. الام عندنا في بلادنا تعمل كده، تعمل للطفل الرضيع كده، تعمل له ايه يا عم ابو يحيى؟ تقول له نام نام واذبح لك جوزين حمام وجوزين حمام، وتتهشتكه كده لغايه لما ينام. الام في الجاهليه قبل الاسلام في قريش في مكه المكرمه كانت تقول لابنها ايه؟ نام نام احبك الرحمن حب قريش لعثمان. شوف، تخيل. احبك الرحمن حب ايه؟ حب قريش لعثمان. شفت قد ايه يعني بتحبه قد ايه قريش بقى؟ ما دام الام تقول لابنها احبك الرحمن ايه؟ حب قريش لعثمان. ليه؟ لانه المؤدب يتحب يا اخوان. المؤدب ايه؟ المؤدب صاحب الحياة يتحب، ولا البجح اللي تدب في عينه رصاصة؟ مين اللي يتحب اكتر؟ حتى في الجاهلية، يعني مش في الاسلام ولا حاجة، حتى في الجاهلية كانوا يحبونه لادبه وحيائه ايضا ولغناه وشرف نسبه رضي الله عنه وارضاه. سؤال يا جماعة، كيف اسلم عثمان بن عفان؟ صلوا على حضرة النبي. وانا ماشي مع حضراتكم كده خطوه خطوه، اسمع الحدوته العجيبه دي، وانا هحكي لكم حبه حوادث عن سيدنا مين؟ عن احنا بنتكلم مع مين النهارده؟ ليه بنتكلم عن سيدنا عثمان؟ عشان ايه؟ عشان في البخاري بيقول: قال انس نسخ عثمان المصاحف وبعث بها الى الافاق. اهي الجمله دي اللي خلتنا نحكي الحدوته دي كلها. ماشي يا جماعه، بينه وبين سيدنا النبي كم سنه؟ ست سنين. أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه بقصة عجيبة، بالمناسبة رقم 4 في المسلمين عثمان، حتى قال: رأيتني وأنا ربع الإسلام. رقم 4 في الإسلام أنا رضي الله عنه. إيه الحكاية؟ قلت لحضراتكم إن سيدنا عثمان كان بيشتغل إيه؟ تاجر، وكان غنيا سريا من أغنياء مكة. ذهب في رحلة تجارة إلى الشام. فين؟ الشام. هو بنفسه بيحكي الحكاية دي، يقول: بعد أن قضينا تجارتنا وبعنا واشترينا، وفي طريق عودتنا نمنا في الطريق، عسكروا كده في الصحراء ضربوا الخيام وناموا. قال: فرأيت رؤيا عجب. مين اللي شاف الرؤيا دي يا عم أحمد؟ سيدنا عثمان. يقول: رأيت رؤيا عجب، إذ في النوم أسمع مناديا ينادي: أيها النيام استيقظوا، أيها النيام استيقظوا، أيها النيام استيقظوا، قد خرج محمد. في الرؤيا، في الرؤيا: أيها النام، أيها النيام استيقظوا، قد خرج محمد. قال عثمان: فاستيقظت من نومي
ولم أفهم معنى الرؤية. مين محمد وخرج إزاي؟ وليه ده بيصح النايمين؟ هو بيصح النيام نياما حسيا ولا بيصح النيام نياما معنويا؟ أكيد أكيد كده، بس هو الواضح أنه بيصح النيام نياما إيه؟ معنويا. اللي مش واخدين بالكم قد خرج مين؟ محمد. طب وليه ربنا بعت الرؤية دي لعثمان؟ عشان ربنا عايزه. الطالب غير المطلوب، الطالب غير الإيه؟ المطلوب بيعملوا له إيه عم مصطفى؟ بيمهدوا له الطريق، والطالب بيحفروا له الحفر والعقبات. إنما المطلوب على طول. الطالب غير الإيه؟ ما تصلوا على النبي. أنتوا معايا ولا مستعجلين ولا إيه؟ خلينا نعيش مع شوف حضرتك سمعت الحكاية دي قبل كده؟ شوف ده سيدنا عثمان، وقرأوها في السير، ذكرها ابن سعد في الطبقات وغيره، عجيبة جدا. قال عثمان: فاستيقظت من نومي ولم أفهم معنى الإيه؟ معنى الرؤية. قال: فعدت إلى مكة وكان لي خالة. كان إيه؟ كان له خالة اسمها سعدة، وكانت عاقلة حصيفة صاحبة رأي وصاحبة فكر. فقال لها: يا خالة، إني والله أحبك وأعرف أن لك رأيا، وقد رأيت في منامي رؤيا عجب، وأريدك أن تعبريها لي. مين اللي بيحكي الكلام ده يا جماعة؟ قال لها: أنا عايزك تقولي لي كده، إيه الرؤيا اللي أنا شفتها دي؟ فقالت له: ماذا رأيت يا ابن أختي؟ ما هو ابن أختها يعني، هي خالته. قال لها: لقد رأيت هاتفا في المنام يقول: أيها النيام استيقظوا، فقد خرج محمد. قال: فقالت لي خالتي: قال لك في المنام هاتفك قد خرج محمد؟ قال: نعم. قالت له: يا ابن أختي، هذا محمد بن عبد الله، قد بعث من عند الله بتنزيل من عند الله ليهديك إلى الله. بهذه الجمل: هذا محمد بن عبد الله، قد جاءك من عند الله بتنزيل من الله ليهديك إلى الله. قال: فارتجف قلبي. شوف الجمل اللي قالتها الست اللي فاهمة، شوف عبارات عاملة ازاي. قال: فارتجف قلبي، ثم ذهبت إلى صديقي وصاحبي أبو بكر الصديق. أتاني كان صاحبه قبل الإيه؟ قبل أبو بكر في اللحظة دي مسلم ولا لسه؟ ده أول واحد. طيب تبين بعد ذلك ان خالته دي برضو كانت مسلمه بس مخبيه اسلامها. قالت له: راح لمين؟ راح لسيدنا مين؟ ابو بكر الصديق. فقال: يا ابا بكر، لقد رايت رؤيا واولتها لي خالتي بكذا وكذا وكذا. فقال ابو بكر: انك رجل حيي. هكذا والله، انك رجل حيي، وحياؤك هذا وأدبك لا أراه إلا يهديك للإسلام، فاذهب إلى محمد رسول الله فاسمع منه. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قال: فجلست أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي: يا عثمان، إني رسول من الله لك. شوف الكلمة: إني رسول من الله لك، فأجب داعي الله إلى الجنة، فإني رسول الله لك وللناس عامة. قال: فما تمالكت نفسي. سيدنا عثمان يقول إيه؟ فما تمالكت نفسي حتى قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم كم في المسلمين؟ 4. يبقى من السابقين ولا من المتأخرين؟ خد بالك، وأنا قلت لحضراتكم إن ده يفهم منه درس مهم جدا، كن من الأوائل يا أخي. ليه تبقى من الأخ؟ ليه تبقى متأخر في الصف؟ خليك في الصف الإيه؟ في الصف الأول. أهو عثمان تحكى سيرته حتى الآن لأنه كان من المتأخرين ولا كان من السابقين؟ بل كان من السابقين الأوائل رضي الله عنه وأرضاه. صليتوا على سيدنا النبي. تزوج عثمان بن عفان، ودي برضك من المعلومات اللي مش معروفة عند الناس قوي. تجوز كم مرة سيدنا عثمان؟ يقول لك مرتين. مين ومين؟ رقية وأم كلثوم، مش كده؟ صح كده؟ غلط. زيدنا عثمان اتجوز 8 مرات. شوف عم مصطفى يقول لك: يا نهار ابيض، الكلام ده انت جايبه منين يا عم؟ ما هو لازم انت واخد بالك ولا اتجوز كم مره؟ 8 مرات. بس خلي بالك، كلهن بعد رقيه وام كلثوم. ليه؟ لان رقيه تزوجها قبل الهجره وماتت سنه 2 من الهجره. سنه 2 من الهجره في اخر السنه راح متجوز ام كلثوم، ماتت سنه 8 من الهجره. يبقى هما الاثنين توفيتا قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح عثمان إيه؟ ليس له زوجة. فتزوج بعدهن كم واحدة؟ بعد الاثنين عشان يكمل 8، يتجوز كم واحدة؟
ست نساء، وله من الأولاد 10، وله من البنات كذا، قصة طويلة جدا تفاصيلها يطول شرحها، لكنه تزوج رقية وتزوج مين؟ أم كلثوم. متصلوا على سيدنا النبي كده. لكن هذا الزواج له قصة، له إيه؟ له قصة. أصل الحكاية يا أخواننا بالتفصيل كده، ها، بشوية تفاصيل، يعني إن ستنا رقية وستنا أم كلثوم بنات مين؟ بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبعث رسول الله وأن ينزل عليه الوحي ويخرج لينادي الناس إلى الله، كان قد عقد على رقية وعلى أم كلثوم من ولاد أبو لهب عم النبي، عتبة وعتيبة. عتبة هيتجوز رقية وعتيبة هيتجوز أم كلثوم، بنات مين؟ بنات سيدنا النبي. بعض السير تقول لا 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 لا، لم يدخل بهن ابدا، انما تم العقد فقط، الاتفاق بس، الاتفاق، واحنا بنسميه في المصريين كتب الايه، في دخله حصلت، ما فيش حاجه حصلت خلاص. ثم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقى سيدنا النبي نزل عليه، تبت يدا ابو لهب، ده هيبقى حمى مين؟ هيبقى حمى بناته، مش كده؟ يبقى تبت يدا ابي لهب وتب. فسمع ابو لهب قال كده، انا تبت يدا، طيب يد يا عتيبه، يد يا عتبه، ايه؟ طلقوا بناته، والله ما يستاهلوا، طلقوا ايه؟ بناته. ده قال علي تبت، طلقوا بناته. فطلقتا رضي الله عنهم، بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده طلع في مصلحتهن ولا ليس في مصلحتهن؟ اتاري ابو لهب كان عايز يعاقب سيدنا النبي فطلق بناته، هو كده عاقبه؟ هو كده عاقبه ولا عاقب نفسه؟ عاقب نفسه. ثم كان هناك ما يسمى بأن عثمان كان يذكر رقية، وكانت رقية هذه شديدة الشبه برسول الله. لما أقول لك شديدة الشبه بسيدنا النبي يبقى إيه؟ يبقى في غاية الروعة والجمال. كذلك كان عثمان، حتى جاء في بعض الروايات أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان بن عفان أشبه الناس بي خلقا وخلقا، أشبه الناس بي خلقا وخلقا وسمتا، زوجته ابنتي وهو معي في الجنة كهاتين. لما يبقى رقية شبه سيدنا النبي وعثمان أشبه الناس بسيدنا رسول الله، يبقى العريس والعروسة دول شكلهم إيه؟ حتى قالت العرب أفضل زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان، ما حدش شاف زوجين زي دول، لا في التوافق ولا في الهيئة والجمال، رضي الله عنهم. فتزوج عثمان من مين؟ من رقية. سنة كام؟ قبل البعثة النبوية، قبل الهجرة، بل عفوا قبل الإيه؟ قبل الهجرة. وبعدين يا جماعة بقيت أم كلثوم بلا زوج لغاية كام؟ لغاية سنة كام؟ لغاية سنة 6 أو سنة 8 من الهجرة، ما تجوزتش حد. أختها اتجوزت عثمان وعاشت معه. بالمناسبة اللي برضو محدش ياخد باله منه قوي، أن رقية أنجبت لعثمان ولده عبد الله. عبد الله ده يبقى ابن مين؟ لا، يبقى ابن رقية اللي هي بنت مين؟ سيدنا النبي. زي مين يعني؟ من المشاهير في الأمة الإسلامية والناس كلهم تعرفهم، زي الحسن والحسين. الحسن والحسين بنات مين؟ فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت مين؟ يبقى الحسن والحسين أحفاد سيدنا النبي، وعبد الله ابن عثمان ابن عفان برضو حفيد سيدنا النبي. راح فين الرجل ده؟ مين يعرف عنه حاجة؟ عبد الله ابن عثمان اللي هو جد حضرة النبي، لكن مين يعرف سيدنا الحسين؟ الدنيا والآخرة، كل تكون يعرف سيدنا الحسين، صح؟ طيب مين يعرف سيدنا الحسن؟ كل سنة وحضرتك طيب، الأمة كلها. لكن مين يعرف عبد الله ابن رقية بنت النبي؟ مش يعرف عنه حاجة. تخيل، ده ابن مين ده؟ ده ابن سيدنا عثمان بن عفان. كبر عبد الله هذا، ثم قالوا مات بعد الهجرة بسنتين، قالوا نقره ديك في أنفه، نقره ديك، فانتشر في وجهه مرض فمات على أثره. فحزنت رقية لموت ابنها حزنا شديدا، وكان هذا سبب وفاتها سنة 2 من الهجرة في موقعة بدر الكبرى. غزوة بدر شغالة وأم رقية عيانة مريضة بسبب وفاة مين؟ بسبب وفاة ابنها. يا جماعة الخير، هاجر عثمان بن عفان كم هجرة؟ أنا شغال مع سيدنا مين النهاردة؟ بس أنا مش هيكفيني النهاردة بس، لا، ده عثمان قصته طويلة جدا، وحضرتك شايف المعلومات اللي الناس مش أخدها. لا، أفضل زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان رضي الله. كيف أسلم عثمان بن عفان؟ كما سمعتم، فإنه رجل كان يعد إعدادا خاصا، وكانت له مكانة في الدين خاصة. واسمع المفاجأة ديت،
يا جماعة الخير يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان ده ربنا اداله ميزة ما ادهاش لأي بشر من ولاد آدم، من يوم آدم لغاية يوم القيامة ما حدش خدها غير عثمان الوحيد في ولاد آدم كلهم من آدم لغاية يوم القيامة، ما نال هذا الشرف شخص إلا عثمان. إيه يا أخويا الكلام الغريب ده؟ إيه ده؟ لم يتزوج إنسان ابنتي رسول إلا عثمان. ممكن واحد يتجوز بنت رسول لكن يتجوز اثنين من بنات النبي؟ لا. مش كده بس يا جماعة، لما ماتت أم كلثوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان لو أن لي بنتا ثالثة لزوجتك إياها. لو في واحدة ثالثة كنت هجوزها لك برضو. يعني لم ينل هذه الميزة إلا مين يا أخوانا؟ إلا سيدنا عثمان رضي الله عنه. هاجر كم هجرة سيدنا عثمان؟ هاجر هجرتين، الأولى إلى الحبشة ومعه بنت النبي رقية، هاجرت معه رضي الله عنه. وطبعا دي بنته عليه الصلاة والسلام، وهو لسه في مكة عمال يصول ويجول يروح ويجي عايز يسمع أي خبر عن بنته وزوجها. شوف الحالة الإنسانية، عايز يسمع أي خبر. دول مسافرين للحبشة في الصحراء والقفار ومعاها زوجها بس لسه ما خلفتش عبد الله. طب وبعدين عمال يلف ويدور ويسأل يا جماعة هدأ من يأتيني بخبر عن عثمان ورقية بنته صلى الله عليه وسلم. حتى جاءت امرأة فقالت يا رسول الله والله لقد رأيت رقية مع زوجها عثمان في طريقهما إلى الحبشة. قال الحمد لله. ثم قالت له والله يا رسول الله لقد رأيت عثمان وقد أركبها حمارا ويمشي هو خلفها يسوق حمارها. فقال رسول الله الحمد لله قد صحبهما الله. هكذا قد صحبهما مين؟ الله. هاجر سيدنا عثمان مع ستنا رقية. وجاء في حديث يا جماعة في سنده ما قال نعم، لكن جاء في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول إنسان هاجر بأهله في سبيل الله بعد لوط عليه السلام عثمان بن عفان. يعني الحاجتين دول محدش خدهم بعد سيدنا النبي بعد سيدنا لوط إلا سيدنا مين؟ إلا سيدنا عثمان بن عفان. المهم جاءت الهجرة وهاجر عثمان، و أربع مواقف كبار في حياة سيدنا عثمان، أربع مواقف كبار. تسمحوا لي أحكيها لكم؟ طب أقول لكم على حاجة، نحكي موقفين الليلة دي وموقفين المرة الجاية، ماشي عم مصطفى؟ موقفين اتنين بس. في إيه؟ إيه الحلاوة دي؟ قال فأذنت له ثم وقفت على الباب أنظر من بعيد أتمنى أن يقبل أخي. عايز مين يجي؟ عايز أخويا يجي عشان ياخد بشرة. إيه ده؟ كل اللي يجي يقول له أتمنى أن يقبل أخي. قال فدخل عمر بن الخطاب فسلم فجلس على يسار رسول الله على البير وعمل ايه؟ وكمان حط رجليه هو كمان راخر. شوف المشهد. قال ما هي إلا لحظات حتى استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن عثمان يستأذن في الدخول عليك. فقال رسول الله إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه يصبر فيها ويموت بها. ايه ده؟ يصبر فيها ويموت بها. فخرج ابو موسى يا رسول الله يا عثمان ان رسول الله ياذن لك وايه ويبشرك بالجنه على بلوى تصيبك تصبر فيها وتموت بها. فقال الحمد لله اللهم اعني على الصبر فيها. ودخل لقى مين قاعد؟ الثلاثه قاعدين بالشكل اللي انا حكيت لكم كده. راح عمل إيه سيدنا عثمان؟ فقعد في الجنب المواجه ودل رجليه في البئر. سيدنا رسول كده، أبو بكر كده، عمر كده، ومين في الوش؟ سيدنا عثمان. أتاري الموقف ده يا جماعة؟ يقولوا كده ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان إلا أجلس أبا بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعثمان في مواجهته. وقال سعيد بن المسيب، ده جاء بعد هذا الكلام بسنين، يعني كان من التابعين سعيد بن المسيب، قال فلما قرأت ذلك أولت أن هذه الجلسة ما هي إلا قبورهم يقبرون على هذه الهيئة. رسول الله بجنبه مين وبجنبه مين؟ أبو بكر وعمر، وعثمان في مقابلتهم فين؟ في البقيع. وهكذا حدث وهكذا كان بعد هذا بسنين. لكن إيه البلوى اللي هتصيب سيدنا عثمان؟ أوبا، ويصبر فيها ويموت فيها صابرا محتسبا. وقالت عائشة دخل عثمان على سيدنا النبي في مرة فقال أدنه يا عثمان، أدنه، أدنه يعني قرب. قال قالت فدنا عثمان من رسول الله حتى استقر فم رسول الله في أذن عثمان. قالت عائشة فظننت أنه آكل أذنه،
ظننت انه ايه من كتر ما ايه قرب بقه قوي من ودن سيدنا عثمان. قالت فجلى فاخذ النبي يتكلم وعثمان يصغي، ثم يقول النبي: افهمت، احفظت، استوعبت. ويحكي له في سره ويقول: افهمت، استوعبت، احفظت. فيقول عثمان: والله يا رسول الله سمعته باذني ووعاه قلبي وحفظته يا رسول الله. ووجه عثمان يحمر والنبي يحكي، ووجه عثمان يحمر والنبي يحكي. أتاري النبي كان بيحكي له إيه؟ ما سيحدث من الفتنة التي يموت فيها مين؟ عثمان بن عفان. الكلام ده سنة كم هيموت عثمان؟ هيموت سنة 35، والحدوتة دي اللي بيحكيها سيدنا النبي كانت سنة كم؟ طبعا يقينا قبل سنة 11، لأن توفي النبي صلى الله عليه وسلم سنة كم؟ 11 من يعني السنين دي كلها. وسيدنا النبي كأنه ينظر إلى المستقبل ويحكي لمين؟ ويحكي لسيدنا مين؟ سيدنا عثمان. المواقف الكبرى مواقف كثيرة جدا كان سيد الحياء رضي الله عنه. يعني مثلا في حديث أمنا عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فاتكأ ورفع إزاره، اتكأ وإيه؟ ورفع إزاره. وبعدين فاستأذن أبو بكر فدخل والنبي متكئ رافع إزاره فحكى مع رسول الله ثم خرج. بعد شوية دخل سيدنا مين؟ سيدنا عمر، حكى مع رسول الله والنبي زي ما هو قاعد في بيته على راحته صلى الله عليه وسلم. وبعدين حكى عمر مع سيدنا النبي وسيدنا عمر ايه مشي. بعد شوية دخل مين؟ استأذن سيدنا عفت سيدنا النبي تعادل كده وعمل إزاره كده وزبط القعدة وراح قال له: دخلوا علي عثمان. فلما دخل عثمان تكلم معه قليلا ثم خرج. فقالت عائشة: استأذن أبو بكر وأنت على هيئتك، واستأذن عمر وأنت على هيئتك، فلما استأذن عثمان فعلت ما فعلت. قال: يا عائشة، إن عثمان رجل حيي، خشيت أن يراني على هذه الهيئة فيستحيي أن يطلب مني طلبه ويسألني مسألته. فتعدلت له عشان يبقى إيه؟ يتكلم على راحته. ويا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ أنا سيب حضراتكم عندي سؤال واحد بس، سؤال واحد بس، إيه أخبار الحياة في بلادنا وزماننا؟ كل الناس عملت كده. طب الناس ليه بتعمل كده طيب؟ وفاكرين حضرة النبي قال إيه؟ حديث شرحناه هنا في صحيح البخاري، قال إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. عثمان ذي النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله وهو سيد الحياء صلى رضي الله عنه وأرضاه. إحنا ليه بنحكي كل ده عن سيدنا عثمان؟ عشان البخاري بيقول إيه؟ قال أنس: نسخ عثمان المصاحف وبعث بها إلى البلدان. هل انتهينا من سيرة عثمان؟ لا. أربع مواقف كبرى في حياة عثمان قبل أن يكون أميرا للمؤمنين، الأربع مواقف دول هم اللي هنعيش معاهم في الدرس اللي جاي إن شاء الله بإذن الله تعالى. واستعدوا لأن كل موقف منها قطعة من سيرة رسول الله، حدوتة كبيرة جدا. عثمان ده حكاية كبيرة قوي رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا الله معه في جنة عرضها السماوات والأرض. نعم، أختين. مين اللي قال إنه يتجوز أختين في الجنة؟ مين؟ الحديث ده ضعيف. يقول لك الزوجة مع زوجها في الجنة، ده حديث يا عم الواحد يحافظ على صلاة الفجر. حد بيقول لي الصلاة خير من النوم، ليه الصلاة خير من النوم؟ لأن النوم راحة البدن والصلاة راحة الروح. حلوة وحلوة قوي كمان. طب ليه الصلاة خير من النوم؟ لأن النوم يشترك فيه الكافر والمسلم، والصلاة بتاعت المسلم بس، يبقى الصلاة خير من النوم. طب ليه الصلاة خير من النوم؟ لأن النوم نداء البدن، ها؟ والصلاة نداء القلب والروح، فأيهما أفضل، يلبي الإنسان نداء البدن أم يلبي نداء الروح؟ وهكذا. لا، ليس شرطا أن يكون زوجهما في الجنة، لا مش شرط. ولو كان كيف يصبح الأمر في الجنة؟ هذا لم ندخله ولم نره ولم تصح فيه الأحاديث. هل يتزوج عثمان رقية وأم كلثوم أختين في الجنة؟ أما حرمة الجمع بين الأختين ده من قانون الدنيا ولا من قانون الجنة؟ من قانون الدنيا. أما قوانين الجنة فهل اطلعنا عليها؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا أستأذنكم أن نواصل اللقاء والكلام حول سيدنا عثمان، ولكن الدرس الإيه القادم هو يوم إيه يعني؟ لا يوم الأربعاء، لأن يوم الأحد أنا في بعثة علمية وأنا أستأذنكم
لنلتقي الأربعاء إن شاء الله على خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تبنا إليك فاقبل توبتنا. اللهم اقبل توبتنا وارحم ضعفنا وآمن روعنا وسد ديننا. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا. أراكم بإذن الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.